فتيبقى اللباس التقليدي العريق هو منبع الإلهام بالنسبة ليه، بحال اللي شرحنا من خلال لبسة وجدية تيعود التاريخ ديالها للقرن السادس عشر. هذا ديال وجدة اللي نوريكم دابا حاليا، هو عبارة على هذا فيست وتيكون معها السروال ديالها، واللي هو بالنسبه لي انا انسبيراسيون في لا كوليكسيون ديالي الجديده، اللي حاولت ناخذ منها لا تكنيك ديال الطرز اللي في الكمام، وبدلت بيان سور شويه في لا لارجور ديال الكمام كيف كتشوفوا. وهو لو موديل اللي ان تي بو خديت منه الشكل، يعني خليت نفس لو كول، غير حاولت نحاول نسيغيه شي شويه، والطريقه ديال الطرز في الكمام هي عاودتها، ولكن عاودتها بطريقه ديالي الخاصه. هذه هي فعلا متطلبات السوق والخصوصيات ديالو اللي خلات القفطان يبقى حاضر في جميع المناسبات ومحبوب عند الجميع. فكل مغاربة تيرغبوا في الحفاظ على الأصالة، لكنهم تيبحثوا في نفس الوقت على لباس يتناسب مع العصر والموضة. اللمسه العصريه، انا زعما كنا من المعجبين بزاف بهذا اللمسه العصريه اللي ضفناها اللباس المغربي، حيت كنعيشوا في حقب زمنيه مختلفه في لبسه وحده، فيها الاصاله وفيها المعاصره. ضروري باش تواكب العصر وتواكب الموضه، ضروري تدخل تغيرات اللباس التقليدي، هكذا باش نحافظوا على اللباس ديالنا التقليدي. الصراحه مزيانين بزاف وكيشجعوا حتى دابا البنات الصغار، ما بقاوش كانت دابا بكري كتقول لك لا ما لبستش تكشيطه ثقيله لابسه قفطان. هذه الحمد لله ملي دخل هاد التعديلات كلشي دابا باغي يلبس لباس تقليدي مغربي. هذا الاقبال ساهم كثير في ازدهار قطاع الالبسه التقليديه في المغرب، بحيث ان حجم تلاقينا كذلك بالمصممة زهرة اليعقوبي اللي كتحرص على إدخال تعديلات لكن مع الحفاظ على الطابع التقليدي الأصيلي. هذا التراث ديالنا مغربي، خاصنا ضروري نحافظوا عليه، نعصرنوا القفطان قد ما نعصرنوه، مي ضروري خاصنا نبقاو محافظين على الطرز ديال اليد، على الخدمة ديال المعلم ديال الزواق، على التنبات، الطولة ديالو والنخوة ديال القفطان خاصها تبقى، لأن القفطان كيبقى قفطان مخزاني. زهرة اليعقوبي في الميدان منذ 12 سنة انطلقت العمل ديالها بعد ما حصلت على شهادة في الخياطة والتصميم مدينة الدار البيضاء، فهي معروفة اليوم بالمزج ديالها للألوان. إيف سان لوران المصمم العالمي المشهور هو اللي كان قدوة لها في الإبداع. مدينة مراكش وكيبغيها بزاف، لأن كان كيجبدوه الألوان اللي عندنا في المغرب، كتجبدو الطبيعة اللي عندنا في المغرب، وبالاخص مدينه مراكش اللي كما كنعرفوا كاملين بانها بقوه اللي كيبغي مراكش، دار ان جاردان ديالو اللي سماه جارده، حط فيها كاع الورود اللي بالالوان، ومن خلال هذوك الالوان إيف سان لوران شد القفطان المغربي ودخل عليه تحسينات وعصرنو. تظاهرة قفطان عام 2003 كانت أول فرصة بالنسبة لزهرة اليعقوبي باش تبين الإبداع ديالها وتدخل تعديلات في اللباس التقليدي المغربي. بالنسبة لي التحسينات اللي دخلت في اللباس المغربي التقليدي، عصرنت القفطان المغربي وحاولت باش ندخل ألوان اللي ما كانوش في الأول في القفطان. في 2003 في قفطان 2003 حاولت باش دخلت الوان اللي هما كانوا الفوشيا، تركوا، اورانج، وكنت خدمت على ان تيم اللي سميتو كليوباترا وشهرزاد، وفي نفس الوقت خدمت الدرابي وخدمت لا سوبر بوزيسيون اللي هي خدمت توب فوق توب فوق توب، والطرز اليدوي بيان سور، الطرز ديال اليد، التنبات، العقاد والسفيفه، لان كنقول بان هذاك التراث ديالنا مغربي خاصنا ضروري نحافظوا عليه. صار هذه المصممه اللي صبحت تسير اليوم ورشه خياطه كتسير من خلالها الموضه الدارجه مع الحفاظ على نمط ورونق الزي التقليدي المغربي العريق. صناع محترفين في الخياطه، الطرز والتنبات تيشاركوها طبعا هذا العمل. فين ولينا كنديروا اليوم في الزواق اللي ما كانش كيدار شحال هذه؟ شحال هذه كان زواق رقيق، كان دبانه، كان كوزه، كان كراكور، كان هذيك. دابا ولا الرشامي وفيه البومبي، ولا فيه تطور مزيان. بالنسبة ديال الألوان كيكون عند الململ اللي كتعطيك هذيك، هي تعطيك الألوان وتعطيك كاع الموديل اللي غتخدم. لكن حاولي عائشة عافاك باش ما يكونش عندي هذاك لومبول.
المصممة كتعتمد كذلك كثير على القصة أو الفصالة باش تعطي طابع الحداثة اللباس التقليدي المغربي وترضي الزبناء ديالها. عائشة اللي مكلفة بهذه المهمة في الورشة هي خياطة منذ 16 سنة تغييرات كثيرة في الميدان. اللي لاحظت هو أن السيدات ولاو كيبغيو القفطان المعاصرا فيه واحد الطوش عصريه اللي كتسهل عليها الحركه، تسهل عليها ما كديرونجيهاش، ماشي ديك القصه اللي اللي الكمام عراض اللبسه عريضه عليها بزاف، ما كتاخذش راحتها في الحركه نهائيا. دابا لا، دابا ولاو السيدات كيتشرطوا في هذه القضيه، سورتو في هذه القضيه، وكي يتشرطوا في الطريقه ديال القصه باش كتكون شي حاجه اللي كتبتها هي، شي حاجه اللي شخصيتها هي اللي كتلبسها وهي مقتنعه بها هي وفرحانه بها هي. اللباس التقليدي الاصيل مفخره كل المغاربه، فالرجال كذلك معنيين بهذه الظاهره. هذا غير كافي بالنسبه للمصمم عبد الوهاب بن حدو اللي تعتبر انه لا يعقل ان الرجال يحدوا ارتداء الملابس التقليديه لمناسبات قليله، فهو خصص كل التصاميم للرجال من بعد ما نهى التكوين ديالو في باريس. خصص الاعمال ديال الرجال لسبب واحد، هو انني فاش دخلت الدراسات ديالي من فرنسا شفت ان الناس الرجال بالخصوص في المناسبات المغربيه كيلبسوا الكوستار، المرأة كتلبس القفطان ديالها وكيكون منبت وكيكون مطروز. من هذا المنبر جاتني ليدي انني ندير نخصص الابداع ديالي الرجل المغربي، لانه هو اول اللي لبس القفطان، اول واحد لبس القفطان في المغرب، اول واحد لبس الجلابه، اول واحد بادور، واول واحد الجزيه. المصمم تكلم على الرجل المغربي التقاليد ديالو، فهو يطالب بالرجوع والتاريخ. اذا اليوم كنحاولوا نجيبوا واحد، كنحاولوا نبينوا للمغربي ونعلموه شنو هما التقاليد ديالو اللي كانوا شحال هادي، باش يعرفهم اولا ويحبهم ثانيا ويلبسهم ثالثا. دونك كاين هنا واحد البروسيسوس اللي كنديروه مع الراجل المغربي باش يولي يلبس، حيت هادشي كيعجبو زي المغربي كيعجبو، ولكن باقي ما عندوش الجراه انه يلبس زي حنا زي ديال المليفة ولا ديال الملف ولا ديال الحبة ولا ديال السوزي، وكيلبس الجبادور إلا كانت مناسبة كبيرة، وكيلبس القندورة في رمضان وفي الصيف. فاللباس التقليدي حسب المصمم مناسب لكل عصر، لكل موسم، ولكل جسد، ويمكن تعديله حسب الموضة، فهو تيقترح ألوان جديدة، أثواب جديدة، وكذلك الطرز والتنبات حسب المناسبات اللي غادي يتمتع فيها الرجل بارتداء هذا الزين. اللي هي تتواكب الحياة العملية ديال الرجل، بحال هذه هي قصيرة وسخونة حتى هي مليفة، وبالنسبة للجلابة عاوتاني كاين خديت عندي واحد الجرأة في الألوان، دونك هذا حتى هي جلابة ديال الرجال، وبقيت في الاصاله ديال الحبه اللي ما كتبدلش. اي مغربي خصو يكون عنده جلابه ديال الحبه في المنزل ديالو، وهي يقدر يدخل تعديلات كوميم لانه يتنيد الكميمات ديالو، يعطي واحد ليماج اللي هي معاصره للوقت اللي حنا فيه. وعندك التعديلات الكبرى هو انني اخترعت جلابه اللي كتلبس في جوج ديال الجوايه، اللي هي كنسمعنا توفيخسو كتلبس في الجهه الاولى فاس ا فاس بي. الإبداعات ديال عبد الوهاب بن حدو ما كتقتصرش فقط على، فهو تيقترح كذلك أكسسوارات للرجال من شأنها تعطي لمسة مغربية للزي ديالهم. السيب اللي عندي ديال الرجال هما ناس كيلبسوا الاكسسوار بزاف، اللي هما الكرافات، اللي هو البابيون، اللي هو لا بوند سموكينغ اللي كتلبس الحزام ديال سموكينغ، واللي هما لي زيشارب، اللي هما لي جيلي. دونك هنا طورت العمل ديالي الابداع وحاولت ندخل هاد لا جام، هاد التشكيله ديال لي اكسسوار، وهاد التشكيله لقات اقبال لانه غيبقى يلبس الكوستار ديالو، غيبقى يلبس القميجه ديالو، ولكن لي زيليمون اللي باينين هو الجيلي وهو البابيون اللي زي مغربي، وهو الشال اللي تاهو كيكون مغربي.
لكن تيبقى اللجوء للمصمم أو المصممة ماشي في متناول الجميع، لأن الإبداع والأفكار الجديدة عندها ثمن باهظ في أغلبية الأحيان. ثمن ديال 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 اللباس تقليدي مغربي تيكون باهظ، ولكن باهظ بلا قياس. دونك هنا باش نرجعوا نشوفوا حيت سي فري كو الابداع ما عنده حتى ثمن، والابداع نقدروا نلعبوا فيه في الاثمنه، ولكن خصنا نكونوا كوميم متواكبين مع الجيب المغربي اوسي. دونك الا بغينا هاد الزي يتنشر وطنيا ويتنشر عالميا، بعدا وطنيا نحاولوا نرجعوه اكسيسيبل لهاد المواطن. بالنسبه للاثمنه ديال القفطان كتقدر تبدا من 5000 درهم، وهي طالعه كتقدر توصل حتى مثلا حتى 10 مليون حتى 12 مليون. علاش احنا غادي نعطيو علاش؟ لانه بعض المرات كتمشي تتشري ثوب اللي كيدير في الثمن ديالو مثلا 30 الف درهم، ملي غدير الثوب اللي فيه 30 الف درهم كتدخل عليه الخدمه، كتدخل عليه سفيفة، زواق، العقاد، كيرجع كيطلع لو بودجي ديالو ديال القفطان. سكيفيو نتايا كتزيد هذاك لو بينيفيس ديالك ديال لا كرياسيون ديال التصميم اللي درتي، ديال افكارك اللي حطيتيهم، تدخل كاع الخسارات اللي حطيتيهم في هذا القفطان، وتيتزاد لو بودجي ديالو. هذا شوفوا اشنو اللي كاين عند المصممات، وكنحاولوا نقدموا القراء ديال. بالنسبه للتعامل كان في البدايه لا بد من ما نتعاملوا مع مصممين اللي معروفين، ولكن من بعد لقينا بان كان لابد من نفتحوا على اسماء اللي مغموره، واللي في الحقيقه بينات على انها عندها ابداعات وعندها امكانيات وكتبتكر بشكل جديد وبمنظور جديد. ككل شهر وبدقه كتختار مسؤوله الموضه تحت اشراف رئيسه التحرير الصور اللي غادي تنشر في المجله، عمليه في غايه الاهميه بالنسبة للمسؤولين ديال المجلة، لأنها كتساهم في رفع نسبة المبيعات. كيتصلوا بنا قراء مثلا اللي كيقول لك بغينا المزيد، واخا كدير لهم مثلا 20 صفحة أو داك كيقول لك غير كافي، ما كرهوش أن في كل يعني عدد ينزل أكبر عدد ممكن من الاقتراحات على مستوى الموضة ديال القفطان. وهذا الإعجاب ساهم كذلك في جذب أكبر عدد من القراء. ربما البداية أنه عجبهم القفطان، ولكن من بعد كيولي أوفياء حتى المجلات وحتى يعني الأركان الأخرى وحتى الأسماء ديال الصحفيات اللي كيكتبوا في المجلات، كاين الثقافي، كاين مجموعة ديال الأركان. الإبداعات لا متناهية حسب رأي التحرير، وكتخلي المجلات تجي دائما بالجديد. هلا أولا بهويتنا حنايا كمغاربه عندنا واحد، وهذه ربما خاصيه اللي قليله على مستوى مثلا كل الدول، ولا على مستوى حتى الا خدينا غير المستوى العربي قليل الدول اللي عندهم الزي التقليدي، وحتى ملي كتلقاي عندهم الزي التقليدي ما تطورش. حنا بالنسبه لينا الزي التقليدي تطور وقد يساير العصر. بفضل هذا الازدهار تيوقع تطور من عدد لعدد، لا من ناحية الفصالة ولا من ناحية الألوان والأتواب المستعملة، وكذلك الأكسسوارات بحال الأحزمة اللي هي عنصر أساسي في اللباس التقليدي المغربي. محمد بن نيس مختص في صنع وبيع هذا الأكسسوار منذ سنين، أكد لنا كذلك هذا التطور. الدوق ارتفع، الدوق طلع بزاف، بحيث ولينا كنتلفوا شنو نعملوا. الدوق طلع بزاف بزاف، يعني بعض المرات حنا اللي قدامين في الحرفه انا، ولكن كيجيو عندنا كيفتيو علينا اراء وافكار، او كيجيبوا لنا مجلات كيقول لك بغيت هذا الشيء اللي في المجله بغيت تنزل لي اختها، ولو تكون على قد يعني ولكن كتخصها تصوب لهذاك الشيء اللي جاها في الدوق ديالها. وهذا التطور شجع كذلك الاستهلاك وساهم في ازدهار القطاع. دابا نظمه كانت قديم، نظمه كيلبسوها على اللبسات كاملين ديال الحرير ديال الصقه اللي كتلبس على كل شيء. اليوم ملي كتجي الانسان المرا تصوب كتصوب ثلاثه اربعه ديال المضمات، لان كل لبسه كتعمل لها الحزيم ديالها باش كتبان شيك اناقه في المناسبات. كانت الالوان كيعطوك الطابع ديال انها ماشي مشريه او شي حاجه، راها مخدومه على الذوق وعلى المعنى وعلى، وحتى يمكن حتى الديسان كنخدموه مطابق للتكشيطه.
ولكن ورغم كل شيء تيبقى محمد بن نيس متشبث بالمضمة التقليدية الأصيلية يرضي كل الطلبات. كاين حدود اللي ما كناش نتعداوها، لأن كتبقى عندها ضوابط، عندها العمل كنقولوا له العمل لا باز علاش كنطيزو، عندها اليد العامله الطرازه اللي كطيز كنقولوا له نطع. فهمتي؟ هذا هو البلدي التقليدي اللي ما فيه لا طلع ولا، اما الا خرجنا على هذا النطاق ما كتبقاش بالتبلديت، ما كتبقاش تقليدي، كنوليو كنخرجوا على، واخا يكون هذا شي حاجه اللي بعض الناس كتعجبهم فهي خارجه على التقليدي. النقاش ديالنا مع الحرفيين صبح كانه رحله عبر التاريخ. في نفس الحي بمدينه الدار البيضاء زرنا ورشه لصنع الاهزمه، والافكار كتختلف من جيل لجيل. الشباب دابا ولاو كيطلبوا موديلات جداد بتحسينات جداد مودرن، ما بقاوش باغيين داكشي بلدي قديم، ولينا دابا كينمزجوا، كاين انواع بلديين وكندخلوا فيهم تحسينات عصريه. حتى طريقة صنع الأحزمة اختلفت وساهمت في تنوع العرض وإرضاء طلبات الزبناء. هادو هاد الكابلي هذا مخدوم بلا ماشين، هو هاد الطفيرة، ولكن المونتاج ديالها الراسومبلاج ديال المضمة كلها مخدومة باليد، هاد القفولة مخدومين باليد. هاد لي ماشين كاينين شحال هادي، هادو كانوا ديال السفيف كيتصوبوا بهم، السفيف اللي كيتصوبوا بهم الباسي، وحنا دخلناهم وضفناهم صوبنا بهم شكيلات اللي كيصلحوا يصوبوا بهم الحزوم. وهذا طبعا ساهم في انخفاض الأثمنة وشجع الاستهلاك، خاصة أن السوق أصبح يحتوي اليوم على آلات ومواد أولية من شأنها تساهم في تنوع العرض. بالنسبة للقديم كان كل شيء كيعتمد على اليد. اليد كنا عندنا شويه صعوبه في الخدمه بالنسبه لينا حنايا، بالنسبه لكل شيء خصك توصلو عند السيده للدار وتعطيها تخدم لك السفيفه مثلا وتخدم لك الضفيره، فهمتي، وكتطلب لك الوقت. محمد أوزيدان تاجر جمله في كل ما يخص الاكسسوارات والمواد الاوليه الضروريه للباس التقليدي، حرير، صقلي، عقاد وحتى السفيفه والاحجار. هو في الميدان منذ أكثر من 20 سنة تيتعامل مع التجار وكذلك مباشرة مع المصممين، فمن خلال الطلبات ديالهم استطاع يزود المحل ديالو بمواد جديدة